بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة العالمين، صلى اللهم وسلم وبارك وزد على سيدنا رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال له ربه وهو أصدق القائلين، قال جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم. قال له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال له: كذلك فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هل صلينا على رسول الله؟ أحباب إخوان في الله، ما زال الحديث يجري بنا بفضل الله تبارك وتعالى في صور من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليوم رحمته مع العدو صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان قديما قال لرسول الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم: حاربتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى أفضل منك، وسالمتك فلم أجد أفضل منك. فكان النبي كذلك مثال يحتزى به في الحرب وفي السلم صلى الله عليه وسلم، بأبي أمي صلى الله عليه وسلم، صاحب الأخلاق الكريمة، صاحب الرحمة. أحبابي الأخوان في الله، اللي هي بعد رحمة ربي تبارك وتعالى، حتى وصف باللفظ، فقال الله تبارك وتعالى: وبالمؤمنين رؤوفا رحيما. أحبابي، وكان قال ربي تبارك وتعالى في أواخر سورة التوبة، قال له مولانا: أيها الأحبة في الله، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صلى الله على سيدنا رسولنا. فشق الله له من أسمائه. واليوم يا أحبابي إخوان في الله، موقف من مواقف رسول الله تدل على رحمته بغير المسلمين صلوات الله عليه. النبي محمد صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام، أيها الأحبة في الله، جاء إليه رجل، يا أحبابي إخواني في الله، فقال: يا رسول الله، إن بني فلان، وذكر له القوم الذين دخلوا في الإسلام حديثا، وقد وعدناهم يا رسول الله بالخير في جماعة رسول الله دخلوا في الإسلام، وقد وعدناهم يا رسول الله بالخير يا رسول الله، وعدناهم أن يزدادوا أن تزداد أرزاقهم يا رسول الله، فيا رسول الله فهل من عطاء؟ احنا عايزين عطاء، يعني حاجة يا رسول الله نعطيها إياهم يا رسول الله. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا عمر فقال: لم يجد شيئا في بيت مال المسلمين. فاستغلها رجل يسمى بزيد بن السعنة، ركز، زيد بن السعنة، كان يهوديا حبرا عالما بالتوراة والإنجيل. فاستغل هذا الموقف فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أو تأخذ مني لأجل؟ إيه رأيك تأخذ مننا وبأجل؟ خذ مني بأجل. الله أكبر. فنظر النبي فقال: أخذ منك بأجل. فأخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأحبة، 80 مثقال من ذهب، مثقالا من ذهب، 80 مثقال، وأعطاها للرجل، قال: اذهب إليهم وادفعها إليهم. شفت النبي، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، ثم انظر إلى ما هو آت. فيقول زيد ابن السعنة: ضربنا أجلا، قلنا لأجل كذا يوم كذا في يوم كذا، حددوا الميعاد، ميعاد سداد الديون. اللهم إنا نسألك يا ربي في هذه اللحظة ألا تدع مدينا إلا وقد رزقته السداد من فضلك يا رب العالمين. اللهم سد الدين عن المدينين يا ربنا. والدين أيها الأحبة في الله هم بالليل ومزلة بالنهار. وبالفعل أيها الأخيار، مرت الأيام، وقبل يا أحباب إخوانا في الله، وقبل أن يأتي معاد سداد الدين، قبل أن يحل المعاد، معاد الدين يا أحباب إخوانا في الله، جاء زيد بن السعنة اليهودي، اسمع، يهودي في مدينة رسول الله وفي موطن النبي صلى الله عليه وسلم وفي قوة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء قبل سداد الدين، والنبي كان في جنازة، تخيل المشهد، في جنازة رجل من الأنصار. فبعد أن دفن النبي صلى الله عليه وسلم واتكأ النبي على حائط، صليت مع رسول الله، فجاء هذا الرجل بعد أن وضعت الجنازة فقال: يا محمد، اعطني حقي، إنكم يا بني هاشم إنكم لقوم أهل مطل، أنتوا بتاكلوا الناس سفلقة، أنتوا كذا، ردوا حقوق الناس، وأنا أعلم بكم حيث أنني عاملتكم، فأعطيني حقي يا محمد. وأخذ يصرخ في الناس. شوف الحالة، جنازة، والمشهد مشهد يا أحباب إخواني في الله، يعني لا يليق لأحد فيه أن يتكلم مع أحد، ولا يليق يا أحباب إخواني في الله أن يحدث فيه هرج ولا مرج ولا كلام ولا أخذ ولا عطاء. والموقف الصحابة وأهل الميت وميت معنا
والنبي بعد بين أصحابه، ولما يا جماعة الموضوع كبير جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ملك المدينة يا جماعة، المدينة في قبضة رسول الله، يعني مش موطن ضعف النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن انظر إلى من هو أرسله الله رحمة للعالمين. اسمع، فما كان من عمر إلا وأنه أشهر سيفه، مسك السيف بتاعه ثم قال: يا رسول الله دعني أضرب عنقه. فعرف النبي الذي أرسل رحمة العالمين ماذا قال. قال: يا عمر، كنا نريد منك ما هو أولى من ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، هل أمرته هو بحسن الطلب وأمرتني أنا بحسن التبعية، يعني حسن الأداء؟ أمره هو بالطلب، يطلب كويس وبكون رفق لما يطلب الحاجة من الناس، وأنا تأمرني وتقول لي: يا رسول الله نعطي له حق؟ هكذا المؤمن، المؤمن دايما يا أحبابي ناصح لله، لازم يا أخي هكذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ما أخذته يا أحبابي إخواني في الله من محمد صلى الله عليه وسلم، أستغفر الله، إن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد وقال له: يا راجل، هو في وقت للكلام ده؟ أنت راجل ما بتفهمش، أنت راجل كذا، كان جيت في موطن غير ذلك. إنما النبي محمد قال لعمر: يا عمر، هل أمرته بحسن الطلب وأمرتني أنا بحسن الأداء صلوات الله عليك سيدي يا رسول الله، أو بحسن التبعية؟ يا الله، فماذا فعل النبي؟ قال: يا عمر، خذه وأعطيه، شفت الرحمة، خذه وأعطيه حقه وزده 20 صاعا، زوده كمان 20 صاع. ليه طيب؟ قال: لأنك أخفت الرجل، روعت الرجل، خوفته، فأعطوه 20 صاع. صدق والله العظيم من قال فيك: وما أرسلناك إلا رحمة العالمين. ماذا فعل زيد بن سعنة؟ اسمع، قيل أنه ذهب مع عمر فأخذ المال ثم عاد إلى رسول الله وهو يبكي ويقول: يا رسول الله، والله ما أردت بذلك أبدا إلا لأتحقق من صفتين قد تحققت فيك الصفات، إلا من صفتين أردت أن أتحقق منهما، أنك يا رسول الله يسبق حلمك غضبك، أو يسبق حلمك جهلك، وأنه إذا لا يزيدك جهل الجاهل إلا حلما، اللي بيجهل عليك أنت تقابله بالإيه؟ أنت تقابله بالرحمة وتقابله بالحلم. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله، ويا رسول الله نصف مالي لله. الله الله، هكذا أحباب إخواني في الله، الرحمة، الرحمة في المعاملة، الرحمة يا أحبابنا إخواننا في الله. بعض من الناس يا أخي إن استدان أو كانت عليه ديون، فجاء إليه الرجل يأخذ منه حقه، يقول له: مالكش يا عم، اللي معه الطرح ما تحط راسك حط رجليك يا جماعة. أو واحد آخر يأخذ أموال الناس يقول لك: يا عمي ما هم عندهم كتير، هو عمره حيشبع. يا أخي يا حبيبي، اعلم أن الله تبارك وتعالى يا أحبابي إخواني في الله مطلع، وأن الله سيحاسب الجميع، واعلم أن أموال الناس لابد أن ترد، لأن الدين يحجب الشهيد عن دخول الجنة. قد صدق من قال فيك يا سيدي يا رسول الله، وإنك لعلى خلق عظيم. أحبكم في الله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله، السلام عليكم ورحمة الله.